السلام عليكم. إذا نقدم لكم في هذا الفيديو معلومات أو ملخص عن المدرسة الرائدة. إذا رزنامة مشاريع بناء نموذج المدرسة العمومية الرائدة. السياق العام، الأستاذ، التلميذ، المؤسسة. إذا خارطة الطريق 12 التزاما. الوضعية الراهنة بناء على نتائج روائز طاغل شتنبر 2023 المستوى الخامس. لن يستطيع قراءة نص باللغة العربية من 80 كلمة، يستطيع قراءة فقرة بسيطة باللغة الفرنسية من 16 كلمة، يستطيع إنجاز عملية قسمة بسيطة 13%، إذا هنا 30% وهنا 23%. الوضعية المنشودة، تحقيق نسب تحكم تفوق 70% من المتعلمين متحكمين في التعلمات الأساس. نتائج الدراسة الدولية حول القراءة. Le moyen pays de référence. Forme. Pays-Bas. بالنسبة للمغرب هو الترتيب الحالي للمغرب. إذن الهدف هو جعل المغرب يتقدم بمئة نقطة للحاق بأداء الدول المتقدمة في أفق 2030. نتائج الدراسة الدولية حول الرياضيات والعلوم. جعل المغرب يتقدم مئة نقطة، هذا هو الهدف. الترتيب الحالي هو هنا. لأن 43 لا يظهر جيدا، لأن 4.43 383 نقطة. 6 محاور للتطوير. ممارسات صفية ناجحة لتفادي التعثرات المحتملة. أولا دعم تربوي تجاوز التعثرات المتراكمة. ثانيا ممارسة صفية ناجحة لتفادي التعثرات المحتملة. ثالثا تكوين مستمر ناجع وذو فعالية. ثالثا حقيبة بداغوجية متكاملة. رابعا مؤسسة مجهزة لتوفير الظروف الملائمة للاشتغال. سادسا تحفيز فريق تربوي. واضح. المؤسسة الريادة تطمح إلى تحقيق هذه الأهداف أو العمل على هذه الأهداف أو العمل على هذه العناصر من أجل تحقيق يعني المراد أو المبتغى من هذه العملية. 5 مبادئ لتنزيل مشاريع الإصلاح. المبدأ الأول هو الانخراط، ثانيا الالتزام، ثالثا التحفيز، رابعا استمرارية التكوين، وخامسا التقويم الموضوعي. رزنامة مشاريع المدرسة العمومية الرائدة. إذن طاغل، لدينا طاغل التدريس وفق المستوى المناسب، ثم لدينا AES التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص، ثم لدينا الممارسة الصفية الناجعة EE، ثم علامة الجودة لابيل. 4 التزامات مرتبطة بمشروع التدريس وفق المستوى المناسب طاغل. الالتزام برزنامة التكوينات، أجرأت عمليات الدعم وفق المستوى المناسب، أجرأت الدعم المؤسسات المؤدى عنه، تقييم موضوعي ودوري للتعلمات. المحطات أجرأت التدريس وفق المستوى المناسب طاغل 2022-2023. إذن تكوين الأساتذة، تطبيق المقاربة، الإشهاد على التكوين. إذن هنا المحطات، البرمجة الزمنية، الفئة المستهدفة، جميع أساتذة المؤسسة، المنتظر، أساتذة مكونون وحاصلون على شهادة تطبيق مقاربة الدعم وفق المستوى المناسب. 4 التزامات مرتبطة بمشروع تدريج ناجع، الانخراط في التكوينات، تنزيل ممارسة صفية ناجعة، تقديم دروس تجريبية، إعداد ملف تراكمي، تقويم وتتبع دوري. محطة تنزيل مشروع تدريس ناجع. تكوين الأساتذة، تطبيق مقاربة، الإشهاد على التكوين.
الالتزامات المرتبطة بمشروع التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص AES، توزيع التخصصات، نموذج التخصص، الانخراط في التكوين، المساهمة في تقييم وتتبع الأثر، نموذج المدرسة الرائدة لابيل، تأهيل المؤسسة. أولا مؤسسة التفكير الجمعي، ثم مشروع المؤسسة، ثم ترشيد الزمن المدرسي بطبيعة الحال، ضرورة الترشح للمشاركة في بناء نموذج المدرسة العمومية الرائدة. إذا الأكاديمية الجوهرية، المديرية الإقليمية، المؤسسة التعليمية. إذا لقاء جهوي، إذا هناك لقاءات جهوية، لقاءات إقليمية، ولقاءات محلية تصب دائما في إطار تحقيق المبتغى. واضح. 7 محطات أساس للمشاركة في بناء نموذج المدرسة العمومية الرائدة. المحطة الأولى ورشات إقليمية تواصلية، الثانية تقديم عرض الالتزامات والتحفيزات، الثالثة مناقشة الالتزامات، رابعا المداولات لتحقيق 70%، خامسا بناء رؤية مستقبلية للمؤسسة، سادسا التعبير عن الرغبة، سابعا المصادقة على طلب المشاركة. التحفيزات، الأستاذ، القسم، ثم المؤسسة. إذا التحفيزات يجب أن تكون للأستاذ بطبيعة الحال، القسم، المؤسسة. إذا تحفيز الأطر التربوية، أولا المشاركة في المحطة التاريخية للإصلاح، ثانيا ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، ثالثا شهادات معتمدة في المسار المهني، الترقيات، المباريات، رابعا حقيبة تربوية متكاملة، تدبير التعلمات ودعمها وتقويمها، زائد حاسوب نقال مهني، خامسا تحفيزات مادية لتثمين تميز والانخراط، منحة مالية 10,000 درهم، المشاركة الاختيارية في ورشة الدعم المؤدعنة، تكوين مستمر عن قرب يمكن من الترقي المهني. ثانيا تحفيزات المؤسسة، إذا أولا المؤسسة توفر ظروف استقبال تأهيل المؤسسات والاستفادة من أعوان النظافة والحراسة، ثانيا عون إداري للمؤسسات أكثر من 500 تلميذ، ثالثا إشعاع المؤسسة شارة الجودة والريادة التربوية، رابعا تحفيزات مادية إضافية للمؤسسة، منحة مشروع المؤسسة، 50,000 درهم، دعم القدرات في مجال تدبير وتبسيط مصادر الصرف، ثالثا تحفيزات القسم، أولا تزويد الفصول الدراسية بالأركان التعليمية، ثانيا توفير مصلات عكس وشاشات عرض، ثالثا مكتبة صفية متنقلة. الوضعية المنشودة، عند الانخراط واسع لأطر المؤسسة وتلاميذتها في أنشطة الحياة المدرسية، ثانيا فضاء جذاب وتوفر المؤسسة على المرافق والتجهيزات الضرورية، ثم توفر المعتاد المعلوماتي واستمراره داخل الفصول الدراسية، وأخيرا نسبة التحكم في التعلمات الأساس مرتفعة بناء على روائز خاصة. محطة التنزيل، أولا مرحلة فبراير 2023، ابتداء من السنة الماضية بدأوا في يعني إنجاز، بعض المؤسسات بدأوا في العمل على هذا، مفهوم مرحلة تماريس، ثم مرحلة شتنبير 2023، مرحلة شتنبير 2023 أيضا، ثم مرحلة شتنبير إلى نهاية الموسم، ثم أخيرا نهاية الموسم. إذن في نحن في الآن في هذا إطار تنزيل وأجراءات مشاريع الإصلاح، وفي الأخير سوف نقيس الآثار البعدي، تتويج المؤسسات الرائدة، بناء الحصيلة وإعداد المحطات القادمة. سادسا معايير نشارة الجودة التربوية المدرسة الرائدة، تكوين الأطر التربوية، دعم وفق مقاربة الطاقم،
اعتماد مقاربة التدريس الناجع. رابعا تدريس وفق مقاربة التخصص. خامسا مؤسسة ذات جاذبية. وسادسا التطور في الأداء. باك دو لابيليزاسيون تنتظر انسينيومون افيكاس ابوي لوجيستيك فورماسيون كونتيني انكادرومون دو بروكسيميتي ايفاليسيون دامباكت. سيرورة الترشح للمشاركة في بناء نموذج المدرسة العمومية الرائدة. هناك لقاءات جهوية ولقاءات إقليمية ثم لقاءات محلية لكل مؤسسة تشارك أو مؤسسة رائدة. 7 محطات أساس للمشاركة في بناء نموذج المدرسة العمومية الرائدة. المحطة الأولى ورشات إقليمية تواصلية. المحطة الثانية تقديم عرض الالتزامات والتحفيزات. المحطة الثالثة مناقشة الالتزامات. المحطة الرابعة كما رأينا المداولات لتحقيق 70%. خامسا بناء رؤية مستقبلية للمؤسسة. سادسا التعبير عن الرغبة. وأخيرا المصادقة على طلب المشاركة. شكرا لكم على تتبعكم وإلى لقاء قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.